أكد الناطق باسم المرجع الديني الشيخ بشير النجفي أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر وعبر كتاب عممته وزارة الداخلية بسحب جزء من حمايات المرجعيات الدينية في النجف. وقال الشيخ علي نجد المرجع الديني النجفي والناطق باسمه أن العراق بحاجة إلى الاهتمام بالكثير من الجوانب التي تعزز البنية التحتية للوضع الأمني. ورد كتاب من وزارة الداخلية، ضمن كتاب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نسب إليهم تخفيف مجموعة من الحمايات من أو سحب مجاميع من حمايات الشخصيات، من ضمنهم حمايات مكاتب المراجع والسادة العلماء. وبالحقيقة يعني تفاجأنا بورود هذا الكتاب. البلد بحاجة إلى وقفة أمنية، إلى رؤية أمنية، إلى يعني بالحقيقة تحفيز قضية المعلومات والاستخبارات والتحقيقات لأجل بناء بنية تحتية للجانب الأمني لأجل أمن المواطنين بصورة عامة. اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف نفت وجود أي نية لسحب حمايات المراجع، مؤكدة أن أمن المرجعية خط أحمر لا يمكن التجاوز عليه، مشيرة إلى أن تعليمات وزارة الداخلية لن تشمل حمايات المراجع. لم يصدر أي كتاب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بسحب الحمايات وخاصة من المراجع، مكاتب مراجع العظام. فقط الكتاب إلى مديرية شرطة المحافظة من وزارة الداخلية، معطوف على مكتب القائد العام أنه سحب الحمايات المعينين أو المنسبين خارج الضوابط. حقيقة المراجع بالنسبة لنا خط أحمر وحتى للحكومة. كتلة المواطن أبدت تحفظها على التعليمات الأخيرة في وقت يتم فيه استهداف وكلاء المرجعية، مطالبة بتكليف قائد الشرطة في المحافظة بمتابعة موضوع الحمايات فيها حسب مقتضيات الوضع الأمني. وجود المرجعية الدينية في النجف، هذه الاستهدافات في الأيام الأخيرة لمكاتب المراجع، لطلبة المرجع، لوكلاء المرجع، يتطلب بأمور استثنائية في موضوع الحمايات وترك الضوابط الواردة من الوزارة وإعطاء صلاحيات لمدراء الشرطة لتحديد هذه الأمور ومعالجة هكذا خروقات. برلمانيون عن دولة القانون نفوا وجود نية لاستهداف المرجعية الدينية، مؤكدين أن قرار وزارة الداخلية يهدف إلى تنظيم موضوع الحمايات خارج الضوابط لأكثر من 100 دائرة وشخصية في المحافظة، بمن فيهم أعضاء مجلس النواب، للحد من أي عمليات تلاعب محتملة. بالتأكيد أنه ليس هناك استهداف لأي جهة معينة ما فيها المرجعية، هناك يعني تنظيم إداري، وهذا سبق وأن يعني صدر مثل هذا القرار منذ أكثر من سنتين، وهو فقط سحب الحمايات اللي خارج الضوابط ولا يتعلق بجهة دون أخرى. هناك 103 جهة في النجف تم سحب الحمايات خارج الضوابط، ونحن أيضا في نواب، يعني نواب النجف أيضا مشمولين بهذا القرار، وبالتالي لا يعني أنه استهداف لأمر معين، هو أمر تنظيمي يتعلق بالناحية الأمنية ويتعلق بوزارة الداخلية وكيف تعمل هذه الوزارة، أما أي سياسي آخر فأعتقد هذا غير صحيح. وكما حصل في حالات كثيرة سابقة، يبدو أن توقيت إصدار القرار من قبل وزارة الداخلية قد لعب دورا كبيرا في إثارة حفيظة المرجعية الدينية، رغم تطمينات مكتب القائد العام بأنها لن تكون مشمولة بأحكام القرار. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.